السلام عليكم، اهلا بكم متابعين قناة ليوليو. في حلقة النهاردة هنتعرف ازاي نضيف ادمن معانا في صفحة الفيسبوك بعد التحديث الجديد للصفحات وانها على شكل بروفايل. تابع معايا الشرح بس ما تنساش دعمنا بلايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصلك كل جديد. زي ما انتم شايفين الصفحة اللي قدامنا دي على شكل بروفايل وعايزين نضيف معانا ادمن في الصفحة. اول حاجة هنضغط على الثلاث شرط اللي على جنب دول، لو ظهر لي هنا علامة الترس يبقى هضغط عليها، لو ما ظهر ليش علامة الترس يبقى هضطر ان انا هعمل الاعدادات دي او اضيف الادمن من تطبيق الفيسبوك لايت. يبقى انا كده راح اضيف الاعدادات او اضيف الادمن من تطبيق الفيسبوك لايت. هفتح تطبيق الفيسبوك لايت، ولو مش عندك تطبيق الفيسبوك لايت هتلاقي في اول تعليق مثبت رابط تحميل التطبيق. وبعد كده من تطبيق الفيسبوك لايت هنضغط على صفحات علشان نختار الصفحة اللي هنشتغل عليها. هيظهر لي طبعا كل الصفحات اللي انا ادمن فيها، اختار الصفحة، وطبعا انا اخترت الصفحة دي. هتفتح معانا الصفحة بالشكل ده كده، وده التحديث الجديد من الفيسبوك للصفحات، بقت على شكل بروفايل زي ما موجود قدامك. دي صفحة على شكل بروفايل. هنضغط على الثلاث شرط وبعد كده هننزل تحت نختار الاعدادات، ومن الاعدادات هنختار اعدادات الصفحة اللي هي اول واحدة. وبعد كده هننزل تحت هنختار الوصول الى الصفحة، ومن هنا طبعا هيظهر لنا الادمن اللي في الصفحة. هنضغط على اضافة شخص جديد وهنضغط على التالي. وهنا طبعا هنبحث عن الاكونت اللي هنضيفه معانا ادمن او مشرف او محرر او معلن. هنا طبعا ببحث عن الاكونت اللي هنضيفه معانا، ولازما الاكونت يكون صديق عندك على الفيسبوك. انا طبعا اخترت الاكونت ده. هيظهر لنا هنا طبعا عدة اختيارات. طبعا منها المحتوى اللي هو انشاء او ادارة اي منشور او حذفه، وطبعا الرسائل اللي هو بيتواصل مع الرسائل على الصفحة، ومنها الاعلانات لو انت طبعا عايز تعمل اعلان ممول وعايز تضيف حد يعمل الاعلان ممول على الصفحة. انا طبعا اختار المحتوى اللي هو يعمل انشاء للمنشورات او يحذف منشورات او قصص. اختار طبعا المحتوى. الاكونت اللي هضيفه معايا ادمن هختار المحتوى، وبعد كده هضغط على منح صلاحية الوصول. وهنا طبعا بيقول لي اكتب كلمة السر، فهنكتب كلمة السر بتاعة الاكونت اللي فاتحين من عليها الصفحة. وبعد ما كتبت كلمة السر هضغط على تأكيد. هيظهر لي هنا كل الادمن اللي معايا في الصفحة وكمان الادمن اللي ضفته في الصفحة. وبكده تكون حلقتنا خلصت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.